السلام عليكم، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من سلسلة الفيديوهات بالعربي. أنا مهند، واليوم جايب لكم معي مجموعة من الروبوتات المصغرة، وراح أورجيكم كيف طريقة حركة الروبوت بطريقة مبسطة. راح نجاوب أيضا على مجموعة من الأسئلة ممكن تخطر على بال أي حدا مننا. تعالوا نشوف. وهي مجموعة الروبوتات اللي جايب لكم إياها لليوم. مثل ما راح نشوف في الفيديو تبع اليوم، إنه مهما اختلف شكل الروبوت أو حجمه أو ماركته، فالروبوتات بشكل عام تشترك بطبيعة واحدة، واللي هي إنه الروبوت بيتكون من مجموعة من المحركات، وهي المحركات لما تتحرك مع بعض بطريقة معينة تؤدي إنه الروبوت يقوم بتنفيذ عملية أو حركة معينة. تعالوا ناخذ مثال مقرب على هدول الروبوتين يلي بالشكل بيختلفوا، ولكن مثل ما حكينا بالطبيعة كل روبوت في جواته 6 محركات. بنشوف هذا الروبوت على سبيل المثال، حتى يوصل للنقطة هاي اللي أنا معينة بالقلم، فلازم كل المحركات يتحركوا مع بعض بطريقة معينة لحتى يوصل نهاية الروبوت، واللي عادة بيكون مركب عليها أبليكيتر أو مطبق معين، بحيث إنه يقوم بعملية معينة. ممكن هاي العملية تكون لحام، ممكن تكون عملية إنه يحمل قطعة، أو أي عملية ممكن إنه يطبقها الروبوت. نفس العملية لو هذا الروبوت بده ينفذها كمان راح يقوم بنفس الحركات لحتى يوصل للنقطة اللي حكينا عليها بتحريك مجموعة المحركات المرتبط فيها الروبوت ليوصل لهي النقطة. فاللي حكينا إنه باختلاف أشكال الروبوتات، ولكن الطبيعة الميكانيكية للروبوتات متشابهة. وهلأ راح نطرح 3 أسئلة بهذا الفيديو ونحاول نجاوب عليها. السؤال الأول بخصوص حركة الروبوت، يا ترى هل حركة الروبوت أو المحركات هي حركة لا محدودة؟ بمعنى آخر، إنه المحرك على سبيل المثال الأول هل يستطيع الدوران بطريقة كاملة 360 درجة بشكل دائم، أم أن الحركة محدودة يستطيع التحرك باتجاه واحد فقط وبعدين خلص يصير في عندي اصطدام؟ هذا السؤال راح نجاوب عليه. السؤال الثاني اللي بينطرح كمان، هل يا ترى في حال حصل عطل في أحد المحركات هل نستطيع تغيير هالمحرك، ولا إنه الروبوت وحدة متكاملة في حال حصل عطل في محرك واحد لازم إنه نرميه ونستبدله بروبوت ثاني؟ راح نشوف. السؤال الثالث اللي بنطرح ايضا، هل يا ترى الروبوت يصطدم بنفسه؟ يعني في حال ان الروبوت حرك حركة غلط، هل ممكن انه يصطدم بنفسه ويعمل اذى لنفسه، ولا هناك محدودية بهي الحركة بحيث ان الروبوت لا يستطيع ان يؤذي نفسه؟ راح نشوف هاي الاسئلة ونجاوب عليها بالمقطع التالي. طبعا السؤال الاول بخصوص حركة محركات الروبوت، الجواب هو هي حركة محدودة، لا يستطيع الروبوت انه يستمر بالدوران الى اللانهاية باتجاه معين. تحديد هاي الحركة يختلف من مصنع لآخر. على سبيل المثال بهذا الروبوت نلاحظ أنه يتم تحديد الحركة بمانع هاردوير، يعني عبارة عن هون نشوف كيف في راح يصير في اصطدام بين هاي المنطقة وهي المنطقة بحيث يمنع الروبوت بالاستمرار بالدوران بهذا الاتجاه. نفس الشيء بهاي الزاوية اللي فوق نشوف أيضا أنه عملية حركة هاي الجوينت راح تصطدم بطريقة ميكانيكية هون بحيث تمنع حدوث دوران هذا الذراع الى اللانهايه، او بحيث ان الروبوت يصطدم بنفسه. هاي العمليه ليست محدوده فقط بالمحددات الميكانيكيه، ولكن ايضا السوفت وير تبع الروبوت بيتم برمجته بطريقه ان الروبوت يعرف وين مكان كل ذراع بالوقت الحالي، ويمنع يعمل تحديد بالسوفت وير لحركه الذراع بالاتجاه المعين. والسؤال الثاني راح نجاوب عليه هو، مثل ما حكينا في حال حدوث عطل في احد المحركات فهل يتم تبديل المحرك ام يتم رمي الروبوت واستبداله بروبوت جديد؟ الجواب طبعا يتم تبديل المحرك. عملية تبديل المحرك هي عملية معقدة بشكل عام، لأنه في حال أنه تم على سبيل المثال فك المحرك هذا، فنحن نعرف أنه هذا المحرك هو يقوم بحمل كل ذراع الروبوت، فلازم تثبيت ذراع الروبوت بطريقة معينة بطريقة كاملة بحيث تمنع أنه ينهار الروبوت أو يقع. وبنفس الوقت بعد استبدال المحرك وتركيب محرك جديد يجب أن يتم إعادة معايرة الروبوت، وبالتالي هي عملية تحتاج إلى اختصاصي يقوم بتبديل المحرك. السؤال الرابع هو، في حال أنه تم تركيب الابليكيتر على الروبوت هل بيعرف الروبوت أنه تم تركيب الابليكيتر عليه وبيمنع الاصطدام بنفسه؟ الجواب هو لا. في حال تم تركيب ابليكيتر مثل هذا الكريبر أو الماسك اللي شايفينه هون، فلازم المصمم اللي قام بتصميم الكريبر أو المهندس اللي قام بتصميم البرنامج ياخذ بعين الاعتبار انه صار في شيء اضافي على الروبوت. مثل ما شايفين كل الروبوتات اللي قدامنا هون هي بدون ابليكيتر، يعني بنسميه احنا روبوت عاري او نيكد روبوت، ولكن في حال تم تركيب شيء عليه لازم المصمم ياخذ بعين الاعتبار
هذا الشيء الجديد يتركب عليه خلال عملية الحركة ويمنع اصطدام الجريبر بجسم الروبوت. بنهاية هذا الفيديو بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه، تعلمتوا شيء جديد. في حال عندكم أسئلة أيضا أو استفسارات عن طريقة حركة الروبوت اكتبوها بالتعليقات، خلونا كلياتنا نستفيد. السلام عليكم.